النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطيط الإصدار رقم 1989 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في الخامس من شهر نوفمبر 2023 وتنتهي في الخامس من شهر مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.39% مساويا لسعر الفائدة للإصدار السابق في 24 من شهر سبتمبر 2023، وبلغ معدل سعر الخصم 96.73%، علما بأنه قد تم تخطيط الإصدار بنسبة 160%، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار بحريني. حصلت المنامة على المرتبة الأولى ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي بحسب المؤشر الدولي ل 150 مدينة الصادر عن مؤسسة إيرنيك لعام 2023، وذلك للعام الخامس على التوالي. وعلى مستوى الخليج تصدرت المدن الخليجية قائمة أفضل 22 مدينة ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي بحسب أحدث نسخة من المؤشر، فجاءت البحرين في المرتبة الأولى، وما يعزز ذلك هو ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.17%. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. بهدف تحقيق التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية، تدرس ألمانيا نظاما جديدا يتكون فيه أسبوع العمل من 4 أيام في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة. ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكل فرصة لإجراء تحولات جذرية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.